مدينة القورية هذا هو حالنا. حسبي الله ونعم الوكيل عليك يا بشار الأسد، حسبي الله ونعم الوكيل عليك. الله يشوفنا فيك يوم أسود إن شاء الله، إن شاء الله يومك يوم القذار. رجعتنا على العصر الحجر، قطع عنا الأفران والخبز، قطع عنا القاز المازوط. لا نركع له إن شاء الله، ما راح نركع له إن شاء الله. احنا ما نركع إلا لله، نركع لله وبس. احنا شعب صامت إن شاء الله، وإن شاء الله راح نتحرر من الصبيان إن شاء الله.